قال رحمه الله: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق إلى آخره. الجماع أشد أنواع المفطرات. وإذا حصل من الإنسان في نهار رمضان ترتب عليه 5 أحكام: الإثم، ثانيا فساد الصوم، ثالثا وجوب الإمساك بقية يومه، ليش؟ لأنه أفطر بسبب محرم، رابعا وجوب القضاء، خامسا وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. إذا لابد في الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين. فلو أفطر من غير عذر، يعني لما صام 50 يوما، في اليوم 51 أفطر من غير عذر، يلزمه أن يستأنف